دكتور نور الدين صغري نور الدين طبيب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بالداخل. إذن هذا السيد هذا كان تعرض لشي حروق في مندوبية ديال الصيد البحري مع هذيك الوحدة ولا الزوج ديال النهار، وتم النقل ديالو لمستعجلات الحسن الثاني بالداخل، وتما اكتشفنا بأن الحروق ديالو جد صعبة، وما عنده حروق من درجة الثالثة، و80% ديال الجسم ديالو مصاب، يعني أن ليسبيرونس ديالو قليل، يعني ليسبيرونس دو في يعني الأمل في الحياة غيكون شوية صعيب. ودابا حنايا حطيناه في قسم الإنعاش، وشافتو الطبيبة الاختصاصية في الإنعاش، ودينا ليه الإجراءات لازمة، وحنا كنساينو باش نمشي هاد السيد، غادي نشوفو واش عبر الطائرة، غالبا عبر الطائرة باش نمشي للمستشفى الجامعي بن رشد الدار البيضاء مصلحة الحروق، وكنعاود نأكد على أن الحروق ديالو جد صعبة.